السلام عليكم. إن شاء الله سنقوم بتمرين خاص بالأعداد الكسرية، إذا سنقوم بتمثيلها ثم نقوم بالجمع. إذا التمرين، استعمل التمثيل وأوحد المقامات لحساب مجموع كل عددين. إذا لدينا كسران، نقوم بجمع الكسران ثم نمثلهما قبل جمعهما، نمثلهما في شبكة. هذه الشبكة شحال فيها من المربع؟ إذا نحسب 1 2 3 4 5 في ماذا؟ في 4. إذا 5 × 4 إذا 20 مربع، متفقين؟ دونك هنا غادي نحسبو إذا كم؟ 1 2 3 4 5 6، إذا 6 × 4 هي 24. إذا سنمثل الأعداد الكسرية على هذه الشبكة. انظروا الآن، لدينا 2 على 5 زائد 1 على 4، دونك باقي ما نشوفوش هنايا، نمثلوها هو الاول باش نشوفو منين جاتنا 13 على 20. ننظر 2 على 5 ماذا يعني؟ 2 جزءان لأي كسر، أي كسر عندنا البسط ثم المقام، البسط والمقام. إذا البسط كنسميوه كنقولو جزئين من الكل، إذا دائما البسط هو الجزء، المقام هو الكل. إذا جزئين من الكل، من 5 أجزاء. إذا كاش غادي نديرو غادي نقسمو الشبكة على 5 أجزاء متقايسة. انظروا، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، متفقين؟ الجزء الرابع، متفقين؟ الرابع، الخامس. إذا 5 أجزاء، 1 2 3 4 5. إذا غادي نمثلو هنايا 2 على 5، كناخدو 2 من 5. إذا ها هما هادو هما اللي بالأخضر، دونك هذا العمود كله. وماذا يساوي على 20؟ إذا 2 على 5 هي مثلناها، وكم تساوي على 20؟ نحسبوا هادو كلهم على 20، إذا تساوي ماذا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا 8 على 20، متفقين؟ زائد ماذا؟ 1 على 4، إذا 1 جزء من 4 أجزاء، من الكل هو 4 أجزاء. نقسم عاوتاني، كنقسمو الشبكة على 4 أجزاء متقايسة. إذا ها واحد كل هذا، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع. إذا نلون جزءا واحدا من 4 أجزاء، إذا جزء من الكل هو ماذا يساوي على 20؟ نحسب 1 2 3 4 5، إذا تساوي 5 على 20. إذا 1 على 4 يساوي 5 على 20، متفقين؟ غير من خلال هذه الشبكة كنعرفو شنو كندوزو لتوحيد المقام بلا ما نعرفو كيف الطريقة. دونك غير من خلال الشبكة كندوزو لتوحيد المقامات. إذا نمر الآن إلى الجمع، كنهزو نفس القياس ديال 1 على 4، هاهي حطيناه هنا، نفس القياس ديال 2 على 5 هزيناها حطيناه هنا. كم من مربع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، ها هما هنا. إذا الآن سنجمع الكل، ماذا يساوي؟ إذا 1 هاد الأجزاء كلهم من الكل، الكل هو 20، والأجزاء شنو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، إذا 13 على 20، صافي. إذا نمر الآن إلى الطريقة العادية التي نقوم بها بعملية الجمع ديال الكسور. إذا 2 على 5 زائد 1 على 4، شنو كنديرو؟ كنضربو المقامين في بعضهما البعض، حيت ما عندناش نفس المقام، عندي 5 وعندي 4. إذا اش كندير؟ كنضرب 5 في 4، والآخر كنضرب ليه 4 في 5. إذا ننظر، هل الكسر ديالي العادي، الكسر ديالي الأصلي 2 على 5، ثم الكسر ديالي الأصلي هو 1 على 4. فاش ضربنا هاد المقام؟ ضربناه في 4، حيت خصنا كل كنضربو في بعضهما البعض. إذا 5 في 4 كنضرب البسط أيضا في 4. هنا 1 على 4 شنو كنديرو؟ 4 في 5، كنضرب البسط في 5. إذا ماذا يساوي؟ 2 في 4 تعطينا 8، 1 في 5 كتعطينا 5، وهنايا 20 20، 4 في 5 20، دونك هاهي 20. هاهما رجعنا لداكشي لي مثلنا، نفس الشيء عطانا، 8 على 20 زائد 5 على 20، ماذا يعني؟ ماذا يساوي؟ يساوي دونك كنجمعو البسطين، إذا 8 زائد 5 هي 13 على المقام لي هو 20، نحتفظو به فقط. نمر الآن إلى 3 على 8 زائد 1 على 3، يساوي ماذا؟ مازال ما نشوفوش هنا، غادي نشوفو أول حاجة نشوفو في التمثيل. إذا 3 على 8 نمثلوها يعني 3 أجزاء من 8، إذا كنقسمو هذا على 8. انتظر، دونك هاهو 4، انتظر، دونك كنقسمو أول مرة على 4، شوف، هاهو 4 أجزاء.
ثم نقسم على 4 خلين. داكوغ، إذا ها هي انظروا شوفوا، دونك ها واحد فيه 3 ديال المربعات، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع، 5 6 7 8، هادي 8 أجزاء. اش قالوا لنا؟ 3 أجزاء من 8. إذا ها واحد، كل هذا اللي فيه 3 المربعات ها واحد، ها اثنان، ها ثلاثة، حيت قالوا لي هنا 3 أجزاء من 8، يعني كنقسموا الشبكة كلها على 8 أجزاء يكونوا متقايسين. إذا 3 على 8 8، ماذا تساوي على 24، على المقام اللي هو 24، يعني الكل على مربعات صغيرة، الكل اللي هو مربعات صغيرة. إذا غنحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا تساوي 9 على 24. إذا 3 على 8 تساوي 9 على 24. 1 على 3 إذا جزء من 3. إذا دابا غادي نقسمو على 3 أجزاء، انظرها، واحد كل هذا، ها واحد، ها اثنان، ها اثنان، ها ثلاثة. إذا هو جزء من 3 أجزاء، حيت قلنا دائما البسط هو جزء، المقام هو الكل. هادشي كله راه غينفعنا حتى في التمارين اللي كنديرو ديال مثلا ديال الحجم، ملي كنقول لك مثلا ملأنا البئر 3 أخماس، إذا خصك تعرف من هنا كتعرف. كنقسم الكل هو المقام والجزء هو البسط، صافي. جزء مثلا إذا قلنا لك ملأنا بئرا 3 أخماس ديال البئر، إذا شنو غادي نديروه؟ كنقسمو البئر على 5 وكنعمرو 3 ديال الأجزاء فقط. إذا كناخدو غير جزئين، 3 أجزاء متفقين على مثلا كيف تنديرو ديما في التمارين. راه ديجا حطيت شي تمارين بحال هادو في دي فيديو هنا. داكوغ، الوغ دونك اش غادي نديرو؟ جزء من 3 أجزاء من الكل. إذا شنو عندي هنا؟ 1 على 3. إذا غادي نهزو كل هذا غنلونو، هذا هو الجزء من الكل من 3، صافي. وكم يساوي من 24 إلا قسمنا على 24؟ يعني المربعات الصغيرة. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا تساوي 8 على 24. إذا 1 على 3 يساوي 8 على 24، متفقين؟ إذا نمروا الآن إلى الجمع ديالهم. الجمع شنو هو؟ 17 على 24. مثلنا هذا 3 على 8، مثلناه هنا بنفس القياس. مثلنا 1 على 3، ها هو راه لولنا هنا، صافي عطانا. نجمعوهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. إذا 17 جزءا من الكل المجموع اللي هو 24، متفقين؟ لأن عندي هنا 24 مربع، 1 2 3 4 5 6 كم مرة؟ 4 مرات، هي 24، صافي. إذا ها هو التمثيل درناه، راه إلا غير فهمتي راه سي فاسيل فاسيل، غير تفهم راه كلشي ساهل. الآن نمر إلى 3 على 8 زائد 1 على 3 كجمع الاعتيادي اللي كنديرو في القسم. إذا كنحتفظو على الكسر ديالي الأصلي، ها هو 3 على 8، متفقين؟ كـ1 على 3 الأصلي ديالي، ديما دور عليهم باش ما تنساهمش، باش ملي تخدم ما ديرش أخطاء. إذا شنو عندي؟ إذا 1 على 3 8 في مدى في 3، هنا كنضربو في 8، هنا في 3 كنضرب. داكشي فاش ضربنا البسط كنضربو فيه المقام، ضربنا فيه المقام كنضربو فيه البسط، متفقين؟ دائما كنخلطو بين البسط والمقام. المقام هو لو دينوميناتور، لو نوميراتور هو البسط. إذا هنايا ضربنا المقام في 8، دونك كنضربو البسط في 8 في نفس العدد، صافي. إذا دابا غادي نمشيو 8 في 3 هي 24، 3 في 8 هي 24، متفقين؟ إذا نفس المقام، 3 في 3 هي 9، ثم هنا 8، و 8 زائد 9 شنو كتعطينا؟ 17. إذا 17 على 24، هادي يمكن أن نختزله، لا، خصنا نديرو بعدا 9 زائد 8، إذا كنجمعو البسطين، صافي. هنا كنجمعو البسطين، هو اللول على 24. كنحتفظ بنفس المقام، ثم أقوم بجمع البسطين، هي 8 زائد 9 هي 17 على 24. هل 17 على 24 قابلة للقسم للاختزال؟ إذا لا يمكن، لا تقبل الاختزال، دونك كتبقى كما هي 17 على 24. دونك إلا فهمتي، حيت هاد التمثيل راه مهم، خاصك تفهمو.
وهاد نجيو لهنايا حتى هو راه مهم هادشي كله راه غادي معاك في الدراسات ديالك العليا، تابعينك هادو حتى تسالي ان شاء الله الدراسه ديالك. اذا هادي لا باز خاصك تعقل عليها. يلا الى تمرين اخر ان شاء الله. السلام عليكم.